رودولف، كيكي، كيكي، هل رأيت نانا؟ نانا؟ من هي نانا؟ هي أختي، إنها تعيش مع جدتي وجاءت اليوم إلى هنا. أحدهم قد رآها وشرير أخذها. شرير يأخذها؟ يا له من شرير. لا تقلق، سأساعدك على إيجادها. شكرا، لنفترق ونبحث عنها. نانا! نانا، هذه نانا. نانا؟ سيدتي. إنها شريرة. مصاصة. لا، سأتصل برودولف وأخبره. رودولف، رأيت نانا في المتجر والشريرة معها أيضا. أوه رائع، سأذهب إلى هناك مع أبي. سوف أجري اتصالا. حسنا، توقيت رائع، أستطيع أن أعيد نانا سرا. أها، لدي فكرة. هي. إنها حلوى قطنية لذيذة. في المتجر. أنا ذكي جدا. فضح أمري. ألا. سيدتي، انظري إلى هذه الحلوى القطنية. نانا، ليس عليك أن تأكلي هذه الحلوى. هي ليست لذيذة، ستجعلك تمرضين. حسنا، أنا لن أكلها. فتاة مطيعة. لا، رودولف والسيد فو لم يصلا بعد، ما الذي يمكنني فعله؟ أجل، لدي فكرة. أستطيع إنقاذ نانا إذا وقعت الشريرة في الفخ. سيدتي، انظري، إنه رائع فعلا. لا. انتبه مرة أخرى. لما في الطريق حفرة؟ من فعل هذا؟ شكرا لك. هل أنت بخير؟ أنا بخير، إلى اللقاء. لقد رحلا. ماذا سأفعل؟ ماذا لو طرت كالطائر؟ أطير؟ لقد وجدتها. أنا قبطان طائر. نانا، لنرحل. ما الذي تفعله؟ أخبرني أبي ألا أذهب مع الغرباء. حسنا، لكنني صديق رودولف. انظري. أنت بالفعل صديقه؟ سوف أخذك إلى والدك. لكن نانا، لا تذهبي مع الغرباء. رودولف، وجدت نانا، لاقني عند المتجر. هذا رائع، شكرا يا كيكي. توقف عندك، لا تتحرك. إنها قادمة. سيدتي، انظري. لم أعلم أنك تحاول اختطافها مني بسهولة. أنا لا أفعل، أنت تفعلين. نانا، أركضي. نانا. أبي. عزيزتي نانا. شكرا جزيلا لك. سيد فو، إنها الزرافة الشريرة. الزرافة الشريرة؟ إنها ليست شريرة، إنها ضابطة شرطة. أنا أكون شرطية، ضاعت نانا فكنت أهم بأخذها إلى المنزل. أنا آسف جدا، ظننت أنك. شكرا،
شكراً لك لأنك ساعدتني على إيجاد والدها. شكراً لك. شكراً لك. شكراً.